عمر، عمر ابني انت منيح؟ ايه منيح عمي، لحقت رولا مشان نطمن عليه. ايه منيح، كتير منيح، ممتاز. شو عم يصير هون؟ ولا شي. أبي عمور بدي أعرف هلا. يلا إيه؟ وانت كمان يا لؤي؟ وانا كمان. في حدا منكم بده يحكي مدام اجيتوا لهون كلكن؟ شبكن؟ ما بعرف من وين بدي بلش، بس المهم اني خبرك. حضرتك لازم تعرف. بالحقيقة بالحقيقة نحن كنا، وحتى قبل ما أتعرف على عمر، عفواً لازم رد، بس ثانية. ألو نعم. أنت ببيت عمي خلدون ما هيك؟ يا قليلة الوفا يا سلالة، طلعي من هونيك فوراً، طلعي عم قلك. نريمان خانم، بس أنا من كل عقلك وليه؟ بدك تحكي له وتخربي بيتنا؟ أنتي ما بتعرفيني شو ممكن ساوي، ها؟ مفكرة أنه ما بصير عندي خبر يعني؟ اسمعي ديما، هذا الطريق اللي رايحة فيه نحنا من زمان كتير رجعنا منه. بعدين مو أنتي على أساس بتحبيه لعمر؟ أنتي بنت ما عندك رحمة، كيف بيجي من قلبك تعملي بعمر هيك، ها؟ اسمعيني منيح، فوراً بتلاقي حجة وبتطلعي من عنده، طلعي من عنده. معناها كلياتكن صدفة اجيتوا لهون؟ ايه، يبدو كلنا اجينا صدفة رولا. لؤي، بابا، وانت سلوا انتو عمر، انا بعدين بشوفه وبحكي معه، معنا وقت، وطبعا رح نقدر نلاقي وقت نحكي، ما هيك؟ رولا لا تروحي، وقفي، شو عم يصير؟ شو في؟ عمر اتركها تروح. بشوفك بالبيت بعد شوي. بشوفك بابا، انبسطوا. في شي بخصوص الشغل كتير مهم لازم امشي. شغل؟ شو ممكن يكون؟ بجوز لانه رحنا عسبان جاي يظهر بخصوص هالشغلة، بدهم ياني دغري. بس كنتي عم تحكي عن شي مهم، قلتي لي كمان انه لازم اعرف باسرع وقت. فكرت إنه الموضوع مهم بس ما كتير بيستاهل. أنا هيك فكرت يعني، بس طلعت غلطانة، اسمح لي بدي روح. شو هاد يلي صار؟
حياتي هذا شو هداك شو هديك شو شو بدك فينا؟ يعني هذا بيعجبه وهداك ما بيعجبه، الوضع معقد كتير، لا تعب راسك الحلو عموري. بس شبهها رولا؟ شبهها؟ حياتي عندها شعرات شقر، حلوين كتير مثل الذهب. لو اي كرمال الله سكوت شوي، سكوت الله يوفقك. وانتو شبكم كلكم ما تحكوا شي، احكوا لي يلا. بصراحة عمر رولا تعرفت على شب ما بيسوى عم تطلع معه. كيف يعني ما بيسوى؟ علي عليها علقت على مو سهلة، يعني الشاب له مشاكل كتيرة وسمسومة بيك معصب منه كتير. هذا هو الموضوع هلا؟ مشاكل رولا ما بتخلص يعني عادي عمر. ليك حياتي لو تعرف شو صار بسابانجا لازم احكي لك كل القصص، بدي احكي لك كل التفاصيل، وللصبح فيني ضل عم احكي لك وما بيخلصوا. فتلك على هالاوتيل من هدول الفوتات يلي بتعرفهم، والهوا عم بيطير مثل شوارب سمسومه بيك. انا بدي اروح. يا سمسومه بيك ليش بدك تروح؟ يعني انت مو ملاحظ عم حاول لطف جو اليوم؟ لوين عمي؟ انا بدي اروح شوف رولا. ايه احسن. أي ليكو يا أولاد، ليكون لأنه حكيت على شواربه وهالشغلات زعل مني. الحقيقة زودت شوي عيب ما هيك يعني. بشو زودت؟ ليش هدول شوارب طبيعية؟ مثلا أنا لو بصور مسلسل كنت بخلي شواربه ياخدوا الدور الرئيسي ويمثلوا فيه وسمسومة وراهن، وطبعا الدور الأول عمور. لو أي سكوت خلاص حكيت كتير اليوم، يعني ما عم أقدر أفكر بشي ولا أسمع حالي حتى. قول قول. أي صحيح عمور، خدنا بالصيف على جشمة منروح. منروح ممكن. وقف جشمة مو حلوة، وقف. المالديف شو رأيكم؟ وين ما بدكم منروح. آي يا الله دخيلك تحملنا يا لهالشاب. أنا بحبك كتير لأنه حققت لي حلمي بدون ما تتعبني. معناته حياتي إذا هي خليني روح أحجز من بكير للهاي سيزن، أو كمان لازم جيب أغراض للصيف. أخيرا تحقق حلمي. شكرا لأنك وافقت. راح صح؟ للحظة فكرت إني أتركه عم يحكي براحته وروح أفتح الباب وأهرب من البيت، تخيل. إيه شوفي قلي، ما بدك تحكي لي ليش إجوا وراحوا وليش هالعجقة؟ شو يلي عم يصير هون؟ قول باختصار. شو بده يكون فيه؟ عادي مثل ما قالوا لك، رولا عندها هي المشكلة والكل فات بالحيط، ما في داعي تعرف الشغلات، بدهم يتعبوا أعصابك على الفاضي لا تهتم. بدك تقول شي تاني؟ طبعاً بدي أقول القنبلة الحقيقية فكرة قالوا قال بتعرفك. شو ساوي أنا احتفال؟ قال هي بتعرفك بس مو معجبة بشغلك. عفواً؟ رأيها قال ما بيعجب شغلك، ممكن يعني هي الخسرانة. هدي علينا، ما في داعي نحن نخسر الصفقة، ما هيك؟ نحن هلا عم نحكي عن فكرة قالوا عمر، متذكر أكيد. شو يلي زعج مني يا غسان؟ ليش ماني عاجبها خير؟ الحقيقة عم بتقول إنه هالشاب أكيد ما في علاقة حب بحياته. ما عنده رسومات تعبر عن روح الأنثى ورقتها، وإنه رسوماتك قاسية شوي، يعني متوحش أنت. أنا؟ إيه طبعاً أنت يلي بتضرب الباب والشباك وبتكسروا حياتي. ولا أنت مو رحت؟ طلعت من البيت ومشيت ووصلت للباب الخلفي، ما عرفت كيف صار هيك. عمير أنت بيتك مدور ما هيك؟ مدور إيه مدور. خلينا بالمهم، ما عندي علاقة حب وأنا متوحش. ما طبعا حياتي، حتى أم عرق ونص انسلت عافيتها بهالخمس شهور. بعدين بنحكي بهالموضوع لو أي اسمع، أصحك تقول حرف واحد لأي حدا. ها سري إنه فكرة ما بتحب شغل عمر؟ إيه طبعا. حياتي أنا شو دخلني؟ أصلا فكرة قالوا ما بتهمني ولا بحبها. يلا أنا بدي أروح. أنا بليق فيني أطلع من محل ما دخلت مثل الأمراء. يلا تشاو. أكيد راح عمر؟ بجوز راح، هيك شكله. خلينا ناخد احتياطنا. الله ياخذني لأرتاح، خلاص تعبت كتير.
وقت قررت اني احكي ما خلتني، رح موت اختنقت، علقت بهالشغله وماني قدراني اطلع منها. كنت رح اخلص من هالكابوس وارتاح. يا الله ساعدني اطلع من هالمصيبه واخلص من هالعذاب هاد. شو لازم اعمل؟ عمر، وصل ايميل من ماجد كاتب شغلات كتيرة. مثل شو؟ رح اقول بس باختصار، قال عنده مشاكل صحية وكبر بالعمر وبده يريح حاله، وقرر انه يبيع ماركته لمجموعة شركات تانية. ايه شو ايه؟ لازم نروح على ميلانو مشان نقابل هدول الشركات، ما دام نحن بدنا نكمل العقد معهم، انت شو رأيك؟ منروح طبعا، بتعرف انه ماجد اهم زبون عنا. طبعا بعرف، لهيك رح رتب كل شيء، كله بيكون جاهز بوقته. ايه خلص لك، خليني اقوم اذا هيك. لحظة غسان، لما كلكم اجتمعتوا عندي متأكد ما في شيء غلط لازم ادرى فيه؟ اتذكر اذا في شيء. ولا شيء، انسى كله عادي، ولا يهمك، انت لا تحط ببالك هالشغلات، ايه؟ تبع حالك. اوكي. يلا باي. Zaman dinlemez dertlerini Güler arkandan sinsi sinsi Ve sen her şeyinle karşı koysan da Alır elinden her şeyini Yaşamak dört yola şimdi korku Çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde Elimi tutan yok artık Tepe taklak oldu hayallerim Sorular gitmedi bende Yapayalnız kaldım bu şehirde Yaşamak dört nalar ديما شبه لا تبكي، تعي لعندي، تعي لشوف، تعي تعبت كتير عمر، ما بعرف شو أعمل لأخلص من هالشغلة طلعي فيني ديما واسمعيني احكي لي يلا ممكن تهدي شوي وتحكي لي المشكله تعمل لي كاسه شاي بعمل لك طبعا بعمل لك جوعانه اطلب لك شي تاكلي ما بدي شي بس بدي اشرب معك كاسه شاي وروح
رولا شو عم تساوي؟ خير لوين رايحة؟ شو متوقعني ضل هون بعد الموقف يلي ساويتوه؟ بعد هالمهزلة يلي صارت رايحة بدون ما اطلع لوراي بابا. لوين رايحة عامل لك؟ رايحة اسكن عن جدي، ما رح ضل هون خلاص. ما رح تطلع من البيت رولا. انت اليوم اخترت مع مين واقف بشكل واضح، كلكن اخترتوا، وقفتوا مع عمر انتوا الكل. ولك ما في حدا مع حدا بلا حكي فاضي، ما حدا عدوك، ليش انت مصرة تعادي كل الناس يلي حواليك يا عمر ابن عمك شبك؟ انتهينا، انا بدي روح، هذا قراري وما رح ناقشه. ما في طلع من هون افهمي بقى. انت يلي قلت للؤي؟ ايه انا قلت له، خفت ما لحق قلت هو بيتصرف ويحكي معك. شي حلو والله، لؤي وانت وغسان، ايه امي ليش ما اجت معكن؟ رولا امك اذا عرفت بجنانك وانك ناوية تقولي لعمر بجوز تموت. تموت ما بتفرق معي. انتوا ليش ما فكرتوا بهالشغله قبل ما تعملوا عملتكن؟ لشوف شلون رح تحلوها هلا، الا لماما ناريمان انا زعلت رولا وما رح تطلع بوشنا ابدا. انت عم بتهدديني كانه. فهم شلون ما بدك، انا رح روح. رولا خليكن عم تخططوا لحتى تجوزوا لعمر. بكفي. رولا رولا ما بدك تحكي لي ديما؟ عم بستنى. شو بدي أحكي؟ المهم إنه أنت جنبي. اشتقت لك عمر، كنت طول الوقت هنيك عم قول يا ريت لو إجا معنا، يا ريت ما يكون عنا لا هم ولا مشاكل تعكرنا ونكون سوا على طول بدون ما نسأل أسئلة وبدون ما نفكر. يا ريت لو ما حدا فينا يخاف من التاني. شو بحلم إني ضحكك وأنت بدون ما تعمل شيء أبدا، بس تكون واقف جنبي وتكون مأمن لي. قد ما كان وقتنا قصير سوا رح أسرقه، نكون بس نحن الاثنين. اليوم بدي اياه يكون هيك عمر، ممكن؟ الحياة والزمن بدي كل شي يوقف، بدي نترك كل مشاكلنا وننساها. رح نتركها ديما مثل ما بدك. سامي يا قلبي، أنا سويت الشاي اللي بتحبه بس لحرك السكر. إيه؟ تركينا ريماني، تركي شاي. شو؟ رولا تركت البيت وأنا قاعد مثل القبلة المقوتة وجبت الشاي اللي بحبه؟ شو فيها طيب؟ سويت لجوزي شاي لحتى يروق، كنت معصب من اللي عملته، قلت لحالي براضيك شوي. هالموضوع بعدين منحله ناريمان، رح نحكي بهالموضوع بعدين. ناريمان المخطط تبعك لازم ينتهي فورا. طيب مو حاسة بخطورة الموضوع خصوصي إذا رولا حكت يعني؟ الحق معك أكيد. إيه عمر إذا عرف رح يقصب علينا وبيجوز يقاطعنا، وعمي خلدون رح يعمل نفس الشي. نحن لازم ننهي هالشغلة قبل ما نندم. انهي يا ناريمان انهي، الموضوع لازم يتسكر خلص. حلي على الأولاد بقى، إذا ما دخلتي فيهم رح يكونوا مبسوطين أكتر. خلصنا. بس أنا أصلاً عم بتدخل لحتى خليهم مبسوطين. تعذبت وتعبت كتير مشان رجع عمر وديما لبعضهم، بدي عمي يفرح بعمر ويجوزه. لك شو هالحكي؟ ولا هيك عم بتقولي يا ديما بعد ما تتزوجي تنقلعي وتروحي؟ ما
حاجة تكذبي وتعصبيني؟ لا تعصب حياتي، طول بالك رح سخن الشاي يجيب لك بسكويت. عم بصدق هلا وقت الشاي، خليكي قاعدة. طيب بتأمر يا روحي، إذا قلت قعدي معقول ما أقعد؟ خلص أنت ما تقلق، أنا ما عاد أطلب شي من ديما، ورولا لا تاكل همها لأنها ما رح تحكي له شي لعمر. كل يوم مصائب، كل يوم، صار عندي عصبي من ورا جنان الأم وبنتها. الله لا يوفقك يا ديما، الله ياخدك. ها؟ ألو، إيه ستي؟ إيه أكيد ستي. طيب ماشي، بعد ساعة بكون بالبيت. كيفك؟ شلون نمت هيك؟ هالنوم صار لي زمان ما نمتها. بدي أسألك سؤال. كان موبايلك يرن بنغمة روسيني بالأول؟ صح، لأنه أنت بتحبها. بس شفت أنه هالشي غلط وغيرتها دغري. من وين كنت بتعرفي أنه أنا بحبها؟ من وين ما كان، مو كتير مهم. ديما، سمحت لحالي حاكي ستك؟ مزبوط، قالت لي أنك حكيتها. يعني لأنه كنت بحاجة المصاري اتصلت لأسألها، بس ما استفدت. يعني لهلأ لساتك مصر تعرف شو هو همي، ما هيك؟ أكيد مصر طبعاً. أو أنت بتجاوبيني مثلاً هلأ؟ يعني عم حاول أني أعرف كل الاحتمالات. يا ترى شو يلي ممكن تقولي لي اياه؟ وقديش هالشي رح يأثر علي وبيجوز يأثر علينا؟ مرة طلبت منك طلب، قلت لك لا تتركني ولا تفكر ولا تسأل، صدقني بترتاح. ليش ما عم تقدر تنسى الموضوع عمر؟ بعرف انه معك حق، بالأول زعلتك بس من وقتها ما عم ضايقك بشي. مو هيك بقصد، بدي أعرف شو مخبي. عم نبلش ولا عم ننتهي؟ نحن شو صايرين مثل المعلقين بالهوا؟ غموضك غريب، كيف بدك ياني صدق بدون أمان؟ صعب. معك حق، أكيد ما في شي بقدر أقوله. لازم تروحي، ما هيك؟ هلأ شكري بيوصلك، رح حاكي. مستحيل تحس بالأمان إذا ما جاوبتك على أسئلتك، ما هيك؟
بطول فيه شوي. وين السياس باسيونيس؟ صباح غسام بيت. اشتقنا. يلا ليكنا اجينا. جيهان فورا بتحضري لي لقاء مع ياسمين، مفهوم؟ اليوم مواعيد كثير يا عمر، وينه؟ لسه ليكو اجا. عمر ايه؟ لازم نحكي ضروري هلا. ايه يلا تعال. يلا نفوت. خلص بشوف وبخبرك بعدين. اتصلي بياسمين لا ترعتي لي راسي. حاضر. جدول مواعيدي تغير، فكرة قالوا رح تضل اسبوع على الاقل باسطنبول، وبعد ثلاث ايام بتجي لعنا، وبفضل مين هالحكي؟ بفضلك انت حياتي. ليكي اسفة بس مالي بمود مباركات اليوم، المهم انه جاي. رولا هي فرصة ما بتتعوض، مفهوم؟ خلينا نطالع الفرق ونستمتع بهاللحظة، طبعا اذا حاولتي تغيري مودك. ياسمين خانو بس ما تكوني تقرير، اجيت لاني مشغولة. اه؟ هي عم ضيع كتير صايرة، بقصد إذا مانك مشغولة خلصي لي أمور التقرير العام. يا عليك يا ديما عطيني. مشغولة بالحكي عن قالو. شبه قالو؟ معقول هالقد مهمة؟ جاي لعنا بعد ثلاث أيام. آه كتير متوترة، أنتو ليش مو حاسين قديش معجبة فيها؟ يلا يا بنات خلينا ننبسط شوي. وأنا كمان معجبة فيها. أنا لا، لأني ما بعرفها. رح تتعرفي عليها ورح تعجبك كتير. ارجع عيد الموضوع من الاول غسان. ماجد بده يبيع البراند تبعه، لازم نقابل كل المحلات الجديده مشان نكمل معهم، والمفروض نكون بميلانو الاسبوع الجاي. كتير منيح. في شي تحضيرات نعملها قبل ما نروح؟ في. بدك تاخذ معك كل جاذبيتك وتاثيراتك، بدك تفكر انه هدول هدفنا الجديد. شوف عمر، اذا محلات ماجد راحت من ايدينا وخسرناهم صدقني رح ننتهي. وليش لا تروح استرخي؟ ما بعرف، كتير متوتر من ماجد، وغير هيك الديون اللي علينا للسوق ما بعرف، بس مالي مرتاح بنوب. رح نحلها غسان، رح نحلها، ارتاح. كيف العقد رح يخلص بالصيف؟ بقي اربع شهور، كيف اشرح لي؟ ببساطة منجدد العقد، خلص لا تتوتر. وإذا ما جددنا شو بده يصير؟ ممكن تفهمني؟ يا غسان، التوتر ما بيفيد، ماني شايف في مشكلة تخليك هالقد متوتر. روق. بدي كمل تجهيزات روحتنا على ميلانو وقول لجيهان تحجز لنا، وأنت جهز حالك مشان فكرات. كيف يعني؟ غسان نحن شو دخلنا بفكرة قالو؟ فكرة رح تجي على اسطنبول وبدي شوف ياسمين لأعرف إمتى رح تجي ونستقبلها مع بعض. ليش جاي لعنا؟ شو دخلنا نحن؟ هي ما بتحبني وما بحبها، يعني ها؟ لحظة، في سوء تفاهم. ما قالت ما بحبه، قالت ما بحب شغله، وأنت بناءً على هالشي صرت ما بتحبها، فهمت؟ أوه، جاي على بالي نادي لؤي لأنك عم تحكي أكثر منه، من وقت ما إجيت ما سكت، تطول بالك روح. عمر حط عقلك براسك، مو وقت غرورك. إذا قابلناها وأنت ما كنت متكبر أكيد رح تقنعها. اللقاء أنا بدبره وأنت عليك الإقناع، وبس بدك تخليها تقتنع فيك. ليش غسان؟ ليش؟ لأن فكرة قالو. خلص عمر بدي روح. أي روح عم روح ليكو الباب. أي يلا روح. عمر عنا مهمتين، محلات ماجد ما رح نخسره ورح نكسب فكرة قالو، اتفقنا؟ أنا علي التحضير لميلانو، وأنت فكر شو بدك تلبس. إيه يلا باي. حاضر مفهوم. برافو. بس يونس ابدا ما لازم يعرفوا بهالشي، لانه رح يحضروا حالهم ليعملوا عقد معها، وانا اكيد مستحيل اسمح لهم. طيب فكرة قالوا امها تركية، يعني بتكون سمعت عن عمر أبليكجي، وبس يونس أصلاً مشهورة وغسان بيوصل لها بسهولة، يعني بس يونس لازم يعرفوا. ديما أنتي مع مين بالضبط؟ آه معكن، بس ما بعرف كيف فلتت من تمي. أنا معكن أكيد. مو ملاحظة أنها عم تضيع؟ ما عندها تركيز بنوب. أنا مركزة منيح وعم أفهم، بس يونس هالمرة ما لازم يعرفوا. تاتا. وليه؟ شو عم تتسمعي بالسرقة على أغاني الحب من الكمبيوتر؟ لا ما عم بسمع شي. تعي لهون، تعي تعي ضعي الله. وهلأ أعزائي زملاء المحترمين كتير، الكل ينتبه لعندي. زميلتكم جيهان بالحقيقة حزينة، بس بتعمل حالها مبسوطة، عندها علاقة معقدة مع شاب فقير من 10 سنين، يا ريت نخطب ونخلص منها، لا حدا يساوي مثلها. نعي وليك. مالك حق، زعلت منك لو أيدي. شو هالحكي زعلي على أساس مين هامه؟ روني كل ما بتطلع عليك بحس حالي تعيس ومهموم، ما بطيق طاقتك السلبية بتأثر على الجو كله. تعال عندي ولا مو طاقة سلبية، بس أنا ما بحب أحكي كتير. يا روحي ما بتهون علي، بعرف إنك مراهق بس صاير تافه كتير. تعال هون، تعال تعولا.
زميلكم روني من شعراته بيوحي انه ما في ثقه بالنفس وبده يطالع فشله العاطفي فينا وياثر علينا بتعاسته. لا حدا يساوي مثل روني. عن جد مو طبيعي لؤي بيك. يلا ولا قصدي مراهقين. تعي لهون وداليا. ولدتها اما بيوم عاصف ومنحوس ومشهوره بلسان الطويل واللعي لا تساووا مثلها. بعدي من هون. نصيحتي لكم كونوا مثلي لانه ما بيبقى بهالدنيا لا زعل ولا وجع. اي مو عارفانين قديش مهم انا. قديش وجودي بهالدنيا مهم. مليت كتير منكم ومليت من الناس ومشاكلهم. لو كنت بكوكب لحالي ما بيكون في غير انا والمطاعم يلي بتقدم كل انواع الاكل. يا الله مو حويتي يكون بهالكوكب التافه والغبي. سنيور طمني كيفك؟ الحقيقة وصلني إيميلك واستغربت الرسمية اللي فيه، حسيته طويل كتير. مو بإيدي غسان، هالشغلة كانت مفاجأة إلنا، انجبرت تعمل هالشي. غسان أنا مجبور بيع شركة، الدكتور علي ما بيصير تشتغل أكتر من هيك. مفهوم مفهوم، بس لمين بعت يا ترى؟ غسان أنا حكيت لهم كل شي بخصوصكن، وإذا هنن عندهم شوية عقل، المفروض يكملوا معكن أنتو، بس بس؟ بس طبعا ما هذا بيعرف دي. يعني المفروض نفكر بالأسوأ، هيك بدك تقول؟ نو ما في أسوأ. أنا ما بتوقع يصير شي سيء، الاتفاقية راح تتجدد بكل الأحوال. ونحن بدنا نجدد الاتفاقية. عم بقول منجي على ميلانو أنا وعمر ومنشوفهم الأسبوع الجاي، شو رأيك؟ أنا جاهز، بعرفكن على بعض طبعا. طيب وعلى فكرة مرة تانية حمد لله على سلامتك وبلغ تحياتنا لمدامتك، منشوفك عن قريب. أوكي باي غسان. بدك تضل واقف؟ تفضل غسان اقعد لأنه بدنا نحكي. قولي عم بسمعك. منعتوني أقول لعمر، أنتوا الكل. برافو غسان. بشو عم تفكروا؟ إنه إذا منعتوني قل له هلأ فما رح قل له أبداً؟ قولي له. مالي منتظر منك شيء إيجابي بنوب. ليكروا لعندي شغل كتير وما خرج نحكي بالموضوع اليوم. أنا يلي بحدده للوقت المناسب. المعلومة عندي والكلام على راس لساني. وعمر مو كتير بعيد، 20 متر على الأغلب. بأي لحظة ممكن روح وأحكي له، ما بتاخد وقت كتير. ما عندك شي عرض إلي؟ بجوز تبتزني مثلاً، أو تفاوض، أو تهدد. شو رولا؟ شو منتظرة مني أقول؟ شو بدك؟ روحي قولي لعمر، ليكو قريب؟ روحي قولي له يلا. بكير لسه، حضر حالك. بالوقت المناسب تأكد إني رح أقول لعمر على المصيبة يلي عملتوها، وكله بوقته حلو. باي غسان.
تفضل. ديما عطلتك عن شي؟ يا أهلين جيهان، تفضلي تعي. شكلك ما بتسألي علي إذا مو أنا يلي سألت. لا والله مو هيك، بس مشغولة كتير وقتي كله بالشركة. جبت لك معي بسكويت مثل أيام زمان، بتتذكري؟ طبعا بتذكر. إيه شوفي، ما في ابدا ما في شيء تغير مثل ما تركتينا بالضبط، بس مدراءنا ما عم يهدوا، مسافرين على ميلانو الاسبوع الجاي. مين المدراء؟ غسان بيك وعمر بيك اكيد. لو انت هلا مساعدته لعمر بيك كنتي رحتي معهم، بس نحن ما حدا بيفكر فينا. بدي اسالك، ليش بدهم يسافروا لهنيك؟ هاي المعلومات عندهم وبس، لو ما تركتي كانوا قالوا لك الك اكيد. ليكي جيهان، مسافرين لحالهم مو؟ حسب ما بعرف. ايه تأخرتي هون انتي، ما بيصير. هلا بينشغل بالهم عليكي عمر بيك، طبعا عصبي بتعرفي. يلا انتي روحي هلا مشان ما يضوج عليكي اكثر، مو وقت يعصب. يلا روحي لعنده ولحي حالك. يلا بعدين بنلتقي. شكرا كثير مشان بسكويتي حبيبتي، كلك زوج. ما اكلناهم وما خبيهم، ما رح اكلهم، المهم ما يعصبوا عليكي ويسمعوكي حكي. روحي يلا بعدين بشوفك حبيبتي، سلمي على الكل. باي باي. وقت القهوة هلأ، يا ترى بلاقي فوق؟ عمر بيك مرحبا، كيفك؟ منيح كلك ذوق. بالإذن من حضرتك. بدك تروح على ميلانو؟ ايه بدي روح. ورح تغيب كتير؟ الحقيقة توقعتك تسألي شو سبب الروح. هلأ بالأول بيهمني أعرف السفرة كم يوم، عندي فضول أعرف سبب السفرة طبعا، بس بالأول اللي أمتى راجع؟ مو معروف تاريخ الرجعة لهلأ. رح أشتاق لك عمر، لا تطول. برضو ما بصير نقول هيك شغلات، ممنوع. ايه شو مناسبة السفر؟ توقيته مفاجئ، صاير معكم شي هنيك؟ ديما مو صح نحكي سوا بهالمعلومات، انت هلا عم تشتغلي عند شيري وممكن بلحظة تضعفي وتقولي لياسمين، ومو كتير ظابطة ما تقلي لها. الحق معك، لا تقلي، خلص مو مشكلة. بس عندي سؤال، مسافر انت وغسان ما هيك؟ لا تصفون، خلص كمان هلأ مو ضروري تجاوب، بس عادي شو بيصير إذا حكيت؟ نسرين مرح بقياني هون. يعني مو حلوة نسرين، ما صار لزمان جاي، حرام ترجع تسافر مرة تانية وتتبهدل. شو قلتي؟ قصدي إنه ميلانو بعيدة. حلوة ميلانو ما هيك؟ رومانسية هيك بيقولوا. حلوة ايه، من زمان ما رحت، كنت عم خطط انه اروح انا. انسي مومو، كنت عم تخطط نروح سوا. عمر لسه الاحتمال موجود؟ احتمال، يمكن، يعني شي يوم نزبطها. مو قبل ما جاوبك على أسئلتك، مو هيك؟ كلهم. على كلين ما بدي عطلك أكتر من هيك، أصلاً واضح إنه عقلك كله بالشغل. بشوفك قبل ما تروح. بشوفك، أوكي.